للتعليق على مستجدات الحراك الشعبي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أهلا ومرحبا بك أستاذ ضياء. بداية، تظاهرات حاشدة رغم القمع الحكومي الواصل إلى حد القتل للمتظاهرين، كيف ترى التعامل الأمني مع التظاهرات وإلى أي مدى يلتزم بالمعايير الدولية للتعامل مع التظاهرات؟ البداية تحية لكم وتحية لقناتكم الكريمة وتحية للمشاهدين قناتكم. حياكم. ما يجري بالعراق، يعني كل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تراقب وبكثف عن ما يحدث بالعراق وما يحدث بالعراق والساحات، يعني كل العراق، يعني المناطق الجنوبية وخاصة في بغداد وساحة التحرير وجسر الجمهورية والمناطق الأخرى من بغداد. لما يحدث في الوقت الحاضر هو انتهاكات لحقوق الإنسان. كل المنظمات الإنسانية تقول هذا، وحتى المنظمات العالمية الدولية من ضمنها الأمم المتحدة اعترفت أنه تجاوزات الحكومة العراقية على حقوق الإنسان واستعمالهم للقنابل المسيلة للدموع باستعمال فريق من نوعه واستعمال القنابل الحديثة الذي تضع المتظاهرين في حالة هستيريا. هذه القنابل لا توجد لحد الآن، من أين تأتي للحكومة العراقية ومن أين استوردت هذه القنابل؟ كانت تستعمل بالبداية هي القنابل الغازة المسيلة للدموع، ولكن بالوقت الحاضر قاعد تستعمل قنابل خبيثة جدا، وراح يبدأ بها التحقيق، وأعتقد الأمم المتحدة راح تبعث وفدا للفحص عن هذه القنابل، وهذه اللجنة التي تصل إلى العراق بنفس اللجنة اللي وصلت إلى سوريا في البداية من استعملت القوات السورية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، حتى تعرف ما نتيجة هذه الغازات وإلى أي مدى ومن أين تأتي هذه الغازات، لأنه هذه القنابل التي تطلق على المتظاهرين حقيقة هي قنابل قاتلة، واحنا نراها انه تطلق على رؤوس المتظاهرين وتقتل المتظاهرين بالقتل المتعمد وليس بتفريق المتظاهرين. هذه العملية هي عملية يعني ضد حقوق الإنسان وانتهاكات لحقوق الإنسان، وستحاسب الحكومة العراقية ومن استعمل هذه القنابل سيحاسبون يوما يأتي النصر الثوار ويدخلون الى المنطقة الخضراء وتحرر العراق إن شاء الله، وسنرى من هو عمل هذه العمليات الإجرامية إذا كانت إيران أو من أي جهة أخرى كانت. ناشطون ومتظاهرون في بغداد قالوا إن القوات الحكومية تقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي، هل الطريقة التي استخدمت بها هذه القوات هذه القنابل تهدف إلى تفريق المتظاهرين أم ما بعد ذلك الهدف؟ الحقيقة احنا رأينا جنود عراقيين، الجيش العراقي جرد من سلاح ويتمشون مع المتظاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حقيقة الذي يحكم بالوقت الحاضر العراق ليست الجيش العراقي وليست السلطات العراقية، إنما هناك جهات أجنبية تحكم هذه وتقتل الشعب العراقي، تقتل المتظاهرين وتقتل المتنفذين بالمظاهرات. إذن الحمل متقصد فيه وإطالة الفترة الزمنية، عدم الدخول إلى المنطقة الخضراء، إتعاب، أولا إتعاب المتظاهرين، وبعدين قاعد تدخل عناصرها من الشغب حتى تخربط العملية الأصلية اللي أتى بها المتظاهرين، هو المطالبة بحقوقهم الشرعية وكل ما يطرح في العالم انه هذه الحقوق هي حقوق شرعيه للشعب العراقي، قاعد ينادي الشعب العراقي بابسط حقوق الذي يناديها في اي مجتمع، هو من حقه ان يناديها من ناحيه التعليم والامن والامان. بالوقت الحاضر هذه المجاميع، اخي انا موافق 100% هذول ليست بعراقيين وليست تابعين الى الجيش العراقي الشريف وليست الى المؤسسات الامنيه العراقيه، انه هذول من خارج هذه المؤسسات وتابعين الى اجنده خارجيه لا تتبع للعراق، لانه الذي يقتل العراقيين بدم بارد هذا ليست بعراقي. المسعفون في ميدان التحرير اكدوا انهم يستقبلون بشكل شبه يومي إصابات في مناطق الرأس منذ 25 من تشرين أول الماضي، هل هناك تحول أمني في التعامل مع المتظاهرين حسب رأيكم؟
نعم، لأن هناك أجهزة أمنية، احنا نعرف دخلت أجهزة يعني خبيثة إلى العراق هي من جهة إيران، وهذه اللي دخلت العمليات ومسكت زمام الأمور في العراق وفي المنطقة الخضراء وبقية المحافظات بالعراق، وهذه هي التي تعمل وتسيطر بتدمير وتفتيت المظاهرات بأشد الطرق. واحنا قاعد نسمع السياسيين الإيرانيين كيف يتحدثون عن المتظاهرات إذا كانت في العراق أو في لبنان. هذه المتظاهرات لأنه هي يعني قاعد هذه المظاهرات والمظاهرات الأخرى التي تحدث بالوطن العربي هي ضد النظام الإيراني وضد نظام الملالي، وإحنا قاعد نعرف أنه هذه العملية هي عملية لإنهاء الهيمنة الإيرانية في العراق. منظمة العفو الدولية في تقريرها قالت أن القوات الأمنية تستخدم قنابل غاز من النوع الخطير تشبه القنابل العسكرية من حيث الوزن والمفعول ضد المتظاهرين. إلى أي مدى يشكل هذا الانتهاك جريمة حسب القانون الدولي الإنساني؟ أخي، من بداية من يوم 25 ولحد هذه اللحظة الانتهاكات لحقوق الإنسان وللمجتمع الدولي، أنه هذه الانتهاكات هي انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة وصريحة. الحكومة العراقية بغض النظر إذا كانت لها أمر ولم يكن لها أمر، هي تتحمل المسؤولية، البرلمان العراقي يتحمل المسؤولية، مجلس النواب يتحمل المسؤولية، كل من شاركوا بهذه العملية وكل مكونات الحكومة العراقية هم مسؤولين، ويأتي يوما يحاسبهم الشعب وتحاسبهم حتى يحاسبون على مستوى العالم. العالم قاعد يترقب من هو المجرم وقاعد يعدون قوائم للمجرمين. زادت القوائم المجرمين الموجودين مراقبين دوليا بالوقت الحاضر. المنظمات الدولية لم تسكت عن ما يحدث في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان باسم الحكومة العراقية وباسم عادل عبد المهدي، هو رئيس الدولة. أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ياشمري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.